طبعا المثال رقم 4 بتتكلم على السداد من موارد الشركة. طبعا ألف وباء وجيم شركاء يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي، وكانت رؤوس أموالهم 30,000 30,000 35,000 على التوالي، يعني ألف 30,000 وباء 30,000 وجيم 35,000. وكانت أرصدة حساباتهم الجارية بما فيها الأرباح حتى تاريخ الانفصال 2000 دينار و3000 دينار و5000 دينار بالسالب، يعني 2000 دينار رصيد جاري دائم للشريك 1000 و3000 دينار رصيد دائم للشريك جاري الشريك باء، و5000 دينار هذا جاري مدين ظهر بين قوسين بيبين لك انه مدين بالنسبه للشريك المنفصل جيم. فاذا علمت ان الشريك جيم قرر الانفصال واتفق الشركاء الباقين على دفع مبلغ 35,000 للشريك جيم من موارد الشركة المطلوب، قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم بافتراض: أولا إظهار قيمة الشهرة بالكامل، ثانيا إظهار الشهرة بنصيب الشريك المنفصل، ثالثا عدم إظهار الشهرة إطلاقا. طبعا الحل بنبدأ بتحديد حقوق الشريك المنفصل حسابيا هو الشريك جيم. طبعا رصيد حسابه زي ما عندي في المثال 35,000 بنطرح منه نصيبه في جاري الشريك المدين بين قوسين 5,000 حيطلع إجمالي حقوقه 30,000. طبعا الآن بنحسب الشهرة، القيمة المدفوعة للشريك جيم مقابل انفصاله من الشركة مقابل حقوقه 35,000 وإجمالي حقوقه 30,000. إذا 5,000 فرق هذه نصيبة في الشهرة، نبي نظهر الشهرة كاملة. هم طبعا 3 شركاء ورؤوس أموالهم طبعا أو نسبة توزيع الأرباح والخسائر بيناتهم بالتساوي، فبالتالي 5,000 ضارب 3 على 1 حتطلع الشهرة بالكامل قيمتها 15,000. بنعد القيود المحاسبية. أولا في حالة إظهار الشهرة طبعا بنحسب الشهرة كاملة اللي هي بقيمة 15,000 دينار، وأيضا بندير قيد إقفال جاري الشريك المدين في رأس المال، حيصبح رأس المال مدين وجاري الشريك حيصبح داين، فبالتالي بيكون القيد من حساب رأس مال جيم 5,000 إلى حساب جاري الشريك جيم 5,000. بنثبت الشهرة كاملة 15,000 من حساب الشهرة إلى مذكورين، بنوزع الشهرة بين الشركاء الثلاثة والتي بتؤدي إلى زيادة رؤوس أموالهم بقيمة 5,000 5,000 5,000. إذا من حساب الشهرة 15,000 إلى مذكورين رأس مال 1,000 وباء وجيم بقيمة 5,000. أيضا قيد اللي هو التنازل والدفع مقابل اللي هو ليس قيد التنازل، اللي هو قيد إثبات حقوق الشريك المنفصل، هيكون من حساب رأس مال جيم هيصبح دائن اللي نقفلناه بقيمة رأس ماله وإلى حساب المصرف بقيمة 35,000 اللي هي بالقيمة المدفوعة للشريك، وهي تناظر قيمته في رأس المال اللي نحن احتسبناه لقيمة الشهرة. فهنا حنشوف رأس ماله بالنسبة لجيم 35,000 رصيد، ضفنا له 5,000 قيمته في الشهرة في الجانب الدائن القيد رقم 2، وأيضا خفضناه بقيمة جاري الشريك المدين 5,000، وبالتالي أصبح رصيده 35,000 وقفلناه في القيد رقم 3، وبالتالي أصبح رصيده مساوي للقيمة التي دفعت لي مقابل حصة في رأس المال. نعالجنا الفرق كشهرة وعلينا به رأس مال الشركاء. ثانيا إظهار الشهرة بنصيب الشريك المنفصل فقط. طبعا القيد رقم 1 هو نفسه اللي هو قيد سداد جاري الشريك المدين في رأس ماله حساب رأس مال جيم إلى حساب جاري الشريك جيم، قفلنا جاري الشريك المدين في رأس ماله، خفضنا رأس مال بقيمة جاري الشريك المدين. القيد رقم 2 إثبات شهرته هو فقط من حساب الشهرة إلى رأس ماله، وبالنسبة لرأس قيد رأس المال هو نفسه لأنه حيتم سداده من موارد الشركة من حساب رأس مال الشريك جيم إلى حساب المصرف بقيمة 35,000. وحنشوف الحالة الثانية حساب رأس ماله كيف بيكون. طبعا 35,000 القيد هذا رصيده في الجانب الدائن، 5,000 القيد رقم 2 اللي هو قيد إقفال جاري الشريك المدين، و 5,000 الجانب المدين القيد رقم 1 اللي هو لا القيد رقم 2 اللي هي 5,000 حتكون اللي هي قيد نصيبه في الشهرة، والقيد رقم 1 في الجانب المدين 5,000 إقفال رأس ماله جاري الشريك المدين في رأس ماله، وبالتالي حيكون رصيده 35,000 وتم قفله عن طريق القيد رقم 3. ثالثا عدم إظهار الشهرة إطلاقا، فهني نعالج فقط جاري الشريك المدين في رأس ماله بالقيد رقم 1، هيتكرر معي في الحالات الثلاث من حساب رأس المال إلى جاري الشريك جيم ب 5,000. بالنسبة لل 5,000 الفرق هذه اللي بتدفع لي اللي هي شهرة الشريك نصيب الشريك جيم في الشهرة بيتقاسمها الشركاء الزوز، فبيخفضوا بها رؤوس أموالهم،
من حساب رأس مال الشركة اللي في 2500، رأس مال الشركة بقى 2500 إلى حساب رأس مال الشركين 5000، وبالتالي هيتم قفل حساب رأس ماله عن طريق سداده من موارد المصرف، من موارد الشركة عن طريق المصرف، وهو نفس القيد ورقم 3 في الحالات السابقة، اللي هو 35000 من حساب رأس مال الشريك ج إلى حساب المصرف بقيمة 35000. في الحالة هذه حيكون رأس ماله هو نفسه بنفس الكيفية في الحالات الثلاث، رصيده 35000 داين. قيد رقم 2 اللي هو نصيبه في الشهرة، القيد رقم 1 5000 اللي هو تخفيض رأس ماله أو قفل حساب غير الشريك المدين في رأس ماله، وبالتالي رصيده 35000 وتم قفله في حساب المصرف. وبهذه الطريقة نلاحظ في القيد رقم 2 اللي هو في هذه الحالة عندما يتفق الشركاء على عدم إظهار الشهرة ويكون السداد من موارد الشركة، فيتم معاملة الفرق المدفوع بالزيادة للشريك المنفصل تخفيضا لرؤوس أموال الشركاء الباقين وزيادة لرأس مال الشريك المنفصل حتى يتطابق الرصيد حساب رأس ماله المنفصل مع ما سدد له فعلا عن طريق مصرف الشركة، وهو القيد رقم 3 أعلى. لاحظ في المثال السابق رقم 3 عندما كان السداد للشريك المنفصل من موارد الشركة الشخصية، فإن رأس مال الشريك المنفصل كان 100000 دينار، بينما قام الشريكان الباقيان بدفع مبلغ 115000 دينار خارج دفاتر الشركة من أموالهم الخاصة، وبالتالي ليس هناك ضرورة لمساواة رصيد حساب رأس المال المنفصل بالمبلغ الذي تم سداده حتى يتم قفل رأس مال الشريك المنفصل ولا يكون هناك ضعف. طبعا الفقرة هذه واضحة، لأن عملية السداد من موارد الشركة تتطلب أن تتوازن القيمة المدفوعة للشريك مقابل حصته في رأس المال من موارد الشركة، لكن إذا كان عملية الدفع تمت خارج دفاتر الشركة فهي ما تتطلبش عملية تسديد حصة الشريك المنفصل أنها تكون مطابقة لقيمة الأموال اللي يدفعها الشركاء، لأن عملية الدفع تتم خارج دفاتر الشركة. طبعا الاحتمال الثالث هو المبلغ الذي يدفع للشريك المنفصل يقل عن حقوقه المحددة جزافيا. في هذه الحالة طبعا في تضخم، في هذه الحالة يجب اعتبار الفرق بالنقد دليلا على وجود تضخم في الأصول والذي يجب أن يتحمله الشريك المنفصل. طبعا المشاكل المحاسبية في هذه الحالة تتعلق بالأمور التالية: أول حاجة تحديد قيمة التضخم، كيف نحدد قيمة التضخم؟ وذلك بضرب الفرق في مقلوب نسبة الشريك المنفصل في الأرباح والخسائر. اثنين، معالجة التضخم تتوقف على رغبة الشركاء في إظهار التضخم بالكامل أو عدم إظهاره إطلاقا. لاحظ أنه لا وجود لإظهار التضخم بنصيب الشريك المنفصل مثل ما هو الحال بالنسبة للشهرة. ألف، إذا رغب الشركاء في إظهار احتياطي التضخم بالكامل فيتم إثباته، وذلك بجعل حسابات رؤوس أموال الشركاء جميعهم مدينة وحساب الاحتياطي دائم. باء، إذا رغب الشركاء في عدم إظهار التضخم إطلاقا فلا يثبت بالدفاتر، ويعتبر الفرق بمثابة تعويض للشركاء الباقين نظير تحملهم كل الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقدير الأصول مستقبلا بإزالة التضخم. ثلاثة، إثبات عملية السداد من الموارد الخاصة للشركاء الباقين أو من موارد الشركة، وذلك كما سبق بيانه، مع ملاحظة أنه عند الدفع من موارد الشركة والاتفاق على عدم إظهار الاحتياطي التضخم فيجب أن يتم تعويض الشركاء الباقين بمقدار نصيب الشريك المنفصل في التضخم، وذلك بجعل حساب رؤوس أموال الباقين دائنة حسب نسبته المتفق عليها وحساب رأس مال الشريك المنفصل مدينة. فنجي أنا باش نقدر نستوعب الشرح هذا ناخذ المثال رقم 5. المثال رقم 5 هو حالة دفع مبلغ يقل عن حقوق الشريك المنفصل والسداد من الموارد الخاصة بالشركاء. طبعا بافتراض نفس المعلومات الواردة بالمثال رقم 3 السابق بيانه، باستثناء أن الشريكان ألف وباء قاما بسداد مبلغ 80000 دينار من أموالهم الخاصة مقابل حقوق الشريك المنفصل جيم. المطلوب قيود اليومية اللازمة بافتراض أولا الاتفاق على إظهار الاحتياطي التضخم، أو ثانيا الاتفاق على عدم إظهار احتياطي التضخم. نبدأ في الحل. تمهيد للحل نبي نحدد الفرق بين المبلغ المسدد كحقوق للشريك جيم 80000 وإجمالي حقوقه اللي حددناها كما سبق في المثال رقم 3 ب 100000. إذا الفرق حيطلع في كم؟ 20000 بالنقص، وهذا قيمة التضخم. طبعا التضخم اللي هو نصيب الشريك المنفصل 20000، نبي نطلع الاحتياطي التضخم بالكامل، نضرب ال 20000 في مقلوب النسبة لأنهم طبعا ثلاث شركاء ومتفقين على توزيع أرباحهم بالتساوي، فهنا ال 20000 نضربها على 3 على 1 فتطلع قيمة التضخم بالكامل 60000.
طبعاً بنجي نعد القيود اليومية الخاصة بإظهار الاحتياطي بالكامل. فني طبعاً بندير القيد اللي هو كما هو سبق في المثال رقم 3، بنثبت الأرباح اللي هي التوزيعات أو الربح الخاص برأس مال الشريك جيم. طبعاً من حساب التوزيع 16,000 إلى حساب رأس المال الشريك جيم 16,000. أيضاً جاري الشريك المدين بنقفله من حساب جاري الشريك جيم 4,000 إلى حساب جاري الشريك إلى حساب رأس مال الشريك جيم 4,000. طبعا القيد رقم 3 اللي هو بنثبت الاحتياطي التضخم للشركاء الثلاثة بنسبتهم طبعا من مذكورين حساب رأس مال 1000 وباء وجيم متساويين طبعا 60,000 تقسيم 3 20 20 20,000 إلى حساب احتياطي التضخم ب 60,000 دينار. طبعا بنطلع حساب رأس مال الشريك جيم المنفصل كم؟ طبعا رأس مال السابق 80,000 ضفنا له نصيبه في الأرباح 16,000 القيد رقم 1. أيضا ضفنا له اللي هو حسابه قفلنا حسابه الجاري الداين اللي هو ب 4,000 فهني زاد في رأس ماله 4,000. أيضا خفضنا برأس ماله بقيمة الاحتياطي 20,000 القيد رقم 3 والقيد رقم 4 حنجي نشوفه اللي هو قيد سداد حقوق الشريك المنفصل قيد رقم 4، وبالتالي هنا قفلنا حساب رأس مال الشريك جيم. القيد رقم 4 اللي هو حيكون سداد حصة الشريك جيم ب 80,000 إلى مذكورين حتتوزع بين الشركاء الاثنين بالتساوي اللي هو إلى مذكورين حساب رأس مال الشريك 1000 40,000 وحساب رأس مال الشريك ب 40,000 ونعد مذكرة بنبين فيها عملية السداد كانت بقيمة 80,000 دينار. طبعا في حالة عدم إظهار الاحتياطي طبعا القيد رقم 1 ما يتغيرش اللي هو قيد الأرباح من حساب التوزيع إلى حساب رأس مال جيم نصيبة الأرباح 16,000، إقفال جاري الشريك الدائن في رأس ماله من حساب جاري الشريك جيم 4,000 إلى حساب رأس مال الشريك جيم 4,000. أيضا بهنا طبعا قيمة السداد أو حصة الشريك في رأس المال حتظهر بقيمة 100,000 حنلقاها في حساب حرف تي الخاص بتصوير حساب رأس مال دفتر حسب ما هو في دفتر الأستاذ بالنسبة لرأس مال شريك جيم 80,000 رصيدة 16,000 في الجانب الدائن اللي هو القيد رقم 1 نصيبة الأرباح و 4,000 اللي هو سداد جاري الشريك الدائن. فهنا بيظهر إجمالي القيد رقم 3 حيكون إجمالي رصيد رأس المال الجانب الدائن حيطلع ب 100,000، فبالتالي 100,000 هنا حتقفل بتوزيعها بين الشركاء. طبعا القيد رقم 3 طالع 10,000 هو مفروض 100,000 في صفر ناقص، فهنا حيكون قيد رقم 3 100,000 اللي هو من حساب رأس مال الشريك جيم إلى مذكورين سداد حصة من قبل رأس مال الشركاء الآخرين حساب رأس مال 1000 50,000 وحساب رأس مال الشريك بام. وهنا بتدير مذكرة تفيد عملية السداد باش ب 80,000 رغم أن حقوقه كانت 100,000. لاحظ أنه عندما كان السداد خارج الشركة تم قفل حساب رأس مال جيم في رؤوس أموال الشركاء ب 100,000، بينما دفع له أو تم الدفع له من خارج دفاتر الشركة 80,000، وذلك التعويض بالشركاء عن التضخم اللي لم يرغب في إظهاره. نجي هنا للمثال رقم 6. المثال رقم 6 هذه حالة بتبين لي السداد من موارد الشركة والمبلغ يقل عن حقوق الشريك. هنا بافتراض نفس المعلومات في المثال السابق رقم 4 باستثناء أن الشركاء اتفقوا على سداد مبلغ 27,000 دينار من موارد الشركة. المطلوب قيود اليومية اللازمة بافتراض أولا إظهار الاحتياطي، ثانيا عدم إظهار الاحتياطي، ونشوف هنا في الحالة هذه كيف يتم عملية الحل. طبعا التمهيد للحل المبلغ المسدد للشريك المنفصل 27,000، حقوق الشريك المنفصل كما سبق طلعناها 30,000، الفرق يطلع 3,000 وهذه قيمة التضخم الاحتياطي بالكامل 3,000 مضروب في مقلوب النسبة 3 على 1 هيطلع الاحتياطي التضخم بالكامل 9,000 دينار. طبعا القيود المحاسبية أولا إظهار الاحتياطي، طبعا 5,000 من حساب رأس مال الشريك جيم هذا قيد سداد لجاري الشريك اللي هو لا هذا قيد إظهار الخمسة آلاف اللي هي حنشوفها كيف اللي هو في حالة الحالة الأولى حالة إظهار الاحتياطي. هنا طبعا بنسدد جاري الشريك
المدين بنخفض به رأس مال الشريك جيم من حساب رأس مال الشريك جيم إلى حساب جاري الشريك جيم 5000. طبعا هنا احتياطي التضخم طلع لي 9000 زي ما احنا شفناه. هنحمله على رأس مال الشركاء الآخرين هنثبته بالكامل، فهنا حيكون من مذكورين رأس مال ألف وباء وجيم 3000 3000 3000 إلى حساب احتياطي التضخم 9000. وهنا عملية السداد هتكون ب 27000 من حساب رأس مال جيم إلى حساب المصرف 27000. هنجي نشوف حساب حرف تي بالنسبة لرأس مال الشريك جيم، طبعا رصيدة 35000 في الداين رصيدة. في المدين خفضنا رأس المال بقيمة جاري الشريك المدين 5000، أيضا خفضناه بقيمة نصيبة في الاحتياطي 3000، وبالتالي حيطلع رصيدة في الحالة هذه 27000، وهذا ما تم قفله في القيد رقم 3 من حساب رأس المال جيم إلى حساب المصرف لنتم السداد عن طريق موارد الشركة. الحالة الثانية عدم إظهار الاحتياطي، هنا ما نبوش نظهر الاحتياطي، فبالتالي القيد رقم 1 هو نفسه اللي هو قيد سداد جاري الشريك المدين. بنخفض به رأس المال، إذا من حساب رأس مال جيم إلى حساب جاري الشريك جيم 5000 دينار. القيد رقم 2 طبعا مش هيندار، لأن احنا مش هنحسبه احتياطي هنا. القيد اللي يندار إن احنا بناخده نصيب الشريك جيم في الاحتياطي بنحمله عليه أو بنزيد به رأس مال الشركاء الآخرين 1000 وباء، فبالتالي 3000 بنخفض بها رأس مال جيم وهذا نصيبه في الاحتياطي، وبنوزعه أو بنحمله عليه رأس مال الشركاء 1000 وباء 100 1500 1500، وبالتالي هنا بيكون قيد السداد هو نفسه في القيد رقم 3 اللي هو من حساب رأس مال جيم إلى حساب المصرف، لأن عملية السداد تمت عن طريق دفاتر الشركة عن طريق موارد الشركة. فهنا القيد حيكون بالشكل التالي، أو حساب رأس المال بالنسبة لي حرف تي حيكون بنفس الكيفية، طبعا الرصيد 35000، 5000 القيد رقم 1، 3000 القيد رقم 2، 27 القيد رقم 3، وبالتالي حيكون رصيدة 27000، وهذا ما تم قفله عن طريق موارد الشركة في القيد رقم 3. لاحظ أنه في القيد رقم 2 عند السداد من موارد الشركة والاتفاق على عدم إظهار الاحتياطي، فإن نصيب الشريك المنفصل في التضخم خفض به رأس ماله وأضيف إلى رؤوس أموال الشركاء الباقين تعويضا لهم، وحتى يكون رصيد حساب رأس المال جيم مساوي للمبلغ الذي سيدفع له عن طريق مصرف الشركة ألا وهو 27000 دينار. لاحظ عندما كان السداد من موارد الخاصة بالمثال السابق فإن حقوق الشريك كانت 100000 بينما سدد له 80000، فهنا الفرق إن لازم تكون عملية السداد من موارد الشركة متوافقة مع رصيدة باش يكون هناك توازن في الميزانية، بينما في الدفع من أموال الخاصة بالشركاء ما يتطلبش عملية السداد إن يكون فيها توازن بالنسبة لي عند إظهار الحسابات في الميزانية. نجي للمثال رقم 7. المثال رقم 7 يخاص بالتقدير الجزافي لحقوق الشريك المنفصل. طبعا ألف وباء وجيم شركاء في شركة أشخاص يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي، وقد اتفق الشركاء على انفصال ألف، وظهرت المعلومات التالية في آخر ميزانية تم إعدادها قبل الانفصال. طبعا رؤوس الأموال بالنسبة للشركة ألف 15000، باء 25000، جيم 20000 دينار. بالنسبة لحسابات الجارية للشريك ألف 2750 دينار، بالنسبة للشريك باء 3000 دينار، بالنسبة للشريك جيم 2500 دينار. الاحتياطي العام 15000 دينار، خسائر التوزيع 2250 دينار. وقد نص عقد الشركة أنه عند انفصال أي شريك تتخذ الإجراءات التالية: أول حاجة، يستحق الشريك المنفصل حصة في رأس ماله حسب آخر ميزانية، مضافا إليها فائدة على رأس المال بمعدل 5% عن سنة كاملة. أيضا الخطوة رقم 2، نصيب الشريك المنفصل من الأرباح على أساس 20% من رصيد حساب رأس مال حسب آخر ميزانية. المطلوب قيود اليومية لتحديد نصيب الشريك ألف وبيان حساب رأس ماله الذي تجمع فيه كل حقوقه. ثانيا، افترض أن الشركة دفعت مبلغ وقدره 30750 دينار للشريك ألف بصك على مصرف الشركة، فما هي احتمالات معالجة السداد للشريك المنفصل بالدفاتر؟ طبعا بنحل المثال وفقا للخطوة المطلوبة اللي هو قيود اليومية لتحديد نصيب الشريك ألف وبيان حساب رأس ماله الذي تجمع فيه كل حقوقه.
فهنا عندي طبعا احتياطي هنوزع بين الشركاء، وعندي خسائر التوزيع حتى هي هنوزعها بين الشركاء، وعندي ايضا فائدة رأس ماله عن سنة كاملة حتى هي هنوزعها بين الشركاء، وايضا بنحدد نصيب الشريك المنفصل من الارباح على اساس 20% من حساب رأس ماله. القيد رقم واحد هو قيد الاحتياطي من حساب الاحتياطي العام، بيوزع بين الشركاء الى مذكورين رأس مال 1000 وباء وجيم ب 5000 دينار. القيد رقم 2 طبعا حساب التوزيع، عندي خسائر اللي هي 2250 توزع بين الشركاء، فهنا في جاري الشركاء حيكون من مذكورين حساب جاري 1000 وباء وجيم ب 750 دينار لانها مقسومه على 3، حتطلع حساب التوزيع ب 2250 وليس ب 22250، هنا في 2 زايده، حتطلع في حساب التوزيع ب 2250 دينار. طبعا شو مازال عندي؟ مازال عندي اللي هو جاري الشريك الخاص بالشريك 1000 لانه هو الشريك اللي بينفصل. فهني جاري شريكة 2750 جاري الشريك 1000. طبعا بالنسبة للشريك طبعا هنشوف حسابات الجاري 1000 وباء وجيم في القيد رقم 3. طبعا القيد رقم 3 اللي هو إقفال الحساب الجاري للشركاء أو للشريك اللي بينفصل، فهنا حساب جاري 2750 دينار. طبعا إيه لأن إحنا زي ما إحنا شايفين بالنسبة لجاري الشريك 1000 فيه قيمة مدينة في القيد رقم 2 ب 750 دينار، وطبعا هو جاري دائم ب 2750 دينار، حيقعد عندنا قيمة أو رصيد دائم ب 2000 دينار، وهذا ما يتم قفله في رأس ماله. إذا حيكون القيد من حساب جاري الشريك 1000 ب 2000 إلى حساب رأس ماله ب 2000 دينار. طبعا بنطلع حقوقه عن طريق ترصيد حسابه في دفتر الأستاذ في شكل حرفي حساب رأس مال الشريك 1000، طبعا رصيده 15000. بنضيف له 5000 نصيبه في الاحتياطي في القيد رقم 1، وبنضيف له طبعا القيد رقم 3 اللي هو إقفال جاري الشريك الخاص به. أيضا عندي القيد رقم 4 اللي هو قيد إثبات الفائدة، وطبعا كيف نقدر نثبت الفائدة هذه اللي هي هو طبعا شن قال لي عليها الفائدة هذه؟ قال لي ويستحق الشريك المنفصل حصة في رأس ماله حسب آخر ميزانية مضافا إليها فائدة رأس ماله ب 5%. طبعا آخر ميزانية تبين رأس ماله 15000، في 5% هتظهر بقيمة 750 دينار، وبالتالي هنعالج فائدة رأس ماله وين في رأس المال، القيد رقم 4، وحيكون قيدها من حساب فائدة رأس المال إلى حساب رأس المال بقيمة 750 دينار، هذا القيد رقم 4. طبعا القيد رقم 5 اللي هو بنقفل فيه الأرباح، نصيب الشريك المنفصل من الأرباح على أساس 20% من رصيد حساب رأس ماله حسب آخر ميزانية. طبعا رأس ماله 15000 نضربها في 20% حيطلع نصيبه في الأرباح ب 3000 دينار في القيد رقم 5 من حساب التوزيع إلى حساب رأس مال الشريك 1000، وبالتالي هيكون مجموع حقوقه تساوي 25750. طبعا القيد رقم 4 سبق التحدث عليه، موجود أمامنا في الشريحة اللي أمامنا. طبعا من حساب فائدة رأس المال إلى حساب رأس المال ب 750 دينار، وعرفنا كيف وصلنا لها عن طريق ضرب رصيدة في آخر ميزانية 15000 في اللي هو نسبة الفائدة الخاصة به اللي هي أعتقد 5% عن سنة كاملة. أيضا نصيبة في الأرباح اللي هي عن آخر ميزانية 20%، 15000 في 20% هيطلع ب 3000 من حساب التوزيع إلى حساب رأس مال الشريك 1000. طبعا ثانيا سداد حقوق الشريك 1000 واحتمالات المعالجة المحاسبية ليه. طبعا عملية الدفع، طبعا هم بيدفعوا له زي ما هو في المثال بيدفعوا له 30750 دينار، وإجمالي حقوقه لقيناها كم؟ احنا لقيناها في رأس ماله اللي هي 25750 دينار، فهنا حيتطلع الفرق بقيمة 5000 دينار. هذه نصيبة في الشهرة، بنطلع الشهرة بالكامل عبارة على 5000 مضروب في مقلوب النسبة 3 على 1، هتظهر الشهرة بالكامل 15000 دينار. طبعا احتمالات المعالجة اللي هي إظهار الشهرة بالكامل
فبالتالي هنا بنثبت طبعا الشهرة وليس طبعا الشهرة بالكامل وليس في الحالة هذه، دارين قيد الاحتياطي. طبعا الشهرة كم طلعت؟ طبعا لا هنا القيمة اللي دفعها طبعا 30,000 وإجمالي حقوقها 25,000. إذا القيمة اللي دفعت بالزيادة هذه راهي مش شهرة، غالطين، هذا احتياطي. إذا احنا دفعنا قيمة أقل من أكثر من حقوقها. طبعا احنا حقوقها كم طلعت؟ زي ما قلنا طلعت مجموع حقوق الشريك المنفصل 25,750 واحنا دفعنا له 30,000. إذا فعلا هذه قيمة الشهرة. إذا 5,000 راهي هذه الشهرة. فهني الشهرة بالكامل 15,000. إذا هني في خطأ في القيد رقم واحد. القيد يفترض فيه يكون 15,000 دينار من حساب الشهرة إلى مذكورين رأس مال 1000 وباء وجيم، 15,000 توزع عليهم 3، 5,000 و5,000 و5,000. طبعاً القيد رقم 2 بندير قيد السداد من حساب رأس مال 1000 بقيمة حقوقه إلى حساب المصرف، وهني رأس ماله حيتعدل طبعاً بعد ما كان 25,750 نعليه بنصيبه بالشهرة حتصبح 30,750 ويتم قفله في حساب المصرف. وبالتالي هنا التواز يعني في تمت عملية تسوية لحقوقه بنصيبة في الشهرة. الحالة بقى إظهار الشهرة بنصيب الشريك ألف فقط، فهنا القيد الخاص برقم واحد مش حيندار، حيندار قيد فقط بالخمسة آلاف دينار من حساب الشهرة إلى حساب رأس مال الشريك ألف بخمسة آلاف دينار. القيد رقم اثنين قيد السداد هو نفسه من حساب رأس المال ألف إلى حساب المصرف بثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين دينار. في الحالة جيم حالة عدم إظهار الشهرة إطلاقا، فهنا الخمسة آلاف الفرق حنخفض بها قيمة رؤوس أموال الشركاء لأنهم هم اللي سددوا من موارد الشركة، فبالتالي حيكون القيد من مذكورين حساب رأس مال باي حينخفض ب 2500، وحساب رأس مال جيم حيكون مدين بينخفض بقيمة 2500 اللي هي قيمة ال 5000 اللي هي نصيب الشريك المنفصل في الشهرة إلى حساب رأس مال 1000 5000. وهنا تم عملية السداد بنفس الكيفية لأنها حتتم من موارد الشركة من حساب رأس مال ألف إلى حساب المصرف ب 30,750 دينار. نجي للمثال رقم 8. رقم 8 اللي هو بيتناول التقدير الفعلي لحقوق الشريك المنفصل. طبعا ألف وباء وجيم شركاء يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي، وقد اتفق الشركاء على انفصال الشريك ألف على أن تستمر الشركة في أعمالها وفيما يلي الميزانية قبل توزيع الأرباح والخسائر في 31/12/2016 وهو تاريخ الانفصال. طبعا عندنا عقار ب 20,000، عندنا بضاعة ب 20,000، عندي مدينون ب 10,000، عندي مخصص ديون مشكوك فيها ب 2000 دينار، عندي أوراق قبض ب 8,000، عندي مصرف 36,750 دينار، عندي خسائر العام اللي هو ب 2250 اللي هي تتعالج في حساب التوزيع. عندي في الجانب الدائن رأس مال 1000 15,000 ب 25,000 جيم 20,000 مجموع رأس المال 60,000. عندي الاحتياطي العام 15,000، عندي حسابات جارية للشركاء دائنة 1000 2750 ب 3,000 جيم 2500 مجموعهم 8,250 دينار، الدائنون 11,750 دينار، تتوازن الميزانية في الجانبين على 95,000 دينار. فإذا علمت أن الشركاء اتفقوا على ما يلي: واحد، إعادة التقدير كالتالي: العقار ب 25,000، البضاعة ب 24,000، مخصص ديون مشكوك فيها ب 4,000، ديون مشكوك فيها ب 4,000، وتكوين مخصص خصم أوراق القبض بمبلغ 1000 دينار، وأن تسدد حقوق الشريك 1000 بصك على مصرف الشركة. المطلوب قيود اليومية اللازمة لإثبات هذا الاتفاق. 2. بيان حساب إعادة التقدير والحساب الجاري للشريك 1000 والذي تجمع فيه جميع حقوقه قبل سدادها، وبيان المركز المالي بعد الانفصال. طبعا حنشوف العقار بيزيد ب 5,000 دينار، البضاعة بتزيد ب 4,000 دينار، الديون المشكوك فيها طبعا ب 4,000، يعني المدينون حتنقص ب 4,000 دينار، بنكون مخصص خصم أوراق القبض بمبلغ 1000 دينار، وهنا تم عملية سداد الشركاء بصك على مصرف الشركة. حل طبعا القيود اليومية الخاصة ببعض الأصول اللي ثبت زيادتها في إعادة التقدير: من مذكورين العقار زاد ب 5,000 والبضاعة زادت ب 4,000 إلى حساب إعادة التقدير 9,000 دينار. بعض الخصوم اللي هي كوناها اللي هي متمثلة في مخصص ديون مشكوك فيها ب 2000 دينار،
وعندي حساب مخصص خصم أوراق قبض ب1000 دينار. فهني الـ طبعا الـ نجي لي القيد رقم 3 اللي هو بنقفل نتيجة إعادة التقدير، طبعا عبارة عليه أرباح بنقفلها في جاري الشركاء من حساب إعادة التقدير. عندي طبعا الحساب موجود عندي في الخطوة رقم 2، حساب إعادة التقدير، حساب حرف تي فيه 9000 دينار، هذا في القيد رقم 1 في الجانب الدائن، والجانب المدين 3000، فبالتالي حيصبح الرصيد 6000. بنقفله في القيد رقم 3 في جاري الشركاء من حساب إعادة التقدير إلى جاري الشريك ألف وباء وجيم 2000 2000 2000 دينار. وبالتالي أيضا عندي جاري الشركاء، طبعا جاري الشريك بالنسبة لشريك ألف وباء وجيم 2250 دينار، بالنسبة للشريك ألف حنقفله طبعا زي ما قالي في الخطوة رقم 2، بيان حساب إعادة التقدير والحساب الجاري للشريك ألف والذي تجمع فيه جميع حقوقه. طبعا جاري ألف رصيده كان دائم 2750 دينار، رحلنا إليه في الجانب الدائن 2000 دينار، هو القيد رقم 3 نصيبه في أرباح إعادة التقدير. وأيضا حملنا عليه في القيد رقم 5 الاحتياطي اللي هو من حساب الاحتياطي 15000، قفلناه ووزعناه بين الشركاء في جاري الشريك إلى مذكورين جاري ألف وباء وجيم 5000 5000 5000، وهنا علينا جاري الشريك بقيمة 5000 بالقيد رقم 5. القيد رقم 6 أيضا اللي هو شن عندنا 15000 اللي هي القيد رقم 6 القيد رقم 6 اللي هو 15000 من حساب رأس المال الشريك 1000 إلى حساب جاري الشريك 1000، حتى هو علينا ب 15000. وبالتالي هنا لما نشوف أنا حساب التوزيع لجاري الشريك 1000 حيكون الجانب الدين 24750، بينما القيد الخاص بتوزيع جاري الشريك اللي هو ظاهر عندي ال 2750 دينار بين الشركاء الثلاثة، اللي هو حساب التوزيع اللي هي 2250 دينار، التوزيع اللي هي الخسائر تحمل عليه الشركاء الثلاثة، فبالتالي حيتم قفلها، هي مدينة أصبحت دائن بالنسبة لحساب التوزيع، وخفضنا بها جاري الشريك ألف وباء وجيم في الجانب المدين، إذا نكون القيد في القيد رقم 4 من مذكورين حساب جاري ألف وباء وجيم 750 دينار اللي هي إلى حساب التوزيع، توزيع الخسائر وتحميلها على جاري الشركاء ب 2250 دينار، وهذا هو القيد رقم 4. وبالتالي هنا طلع قيمة جاري الشريك 24000 دينار، وهنا هو هذه هي اللي تمثل حقوق الشريك واللي هنا بنقفلوها في حساب المصرف. طبعا ال 15000 القيد 6 اللي هو قيمة رأس مال الشريك 1000، هنا حتى هي حقوق احنا قلنا تجمع في جاري الشريك الخاصة به، فهنا رأس مال دين حيصبح مدين وبتقفل ب 15000 القيد رقم 6، وبالتالي حيظهر مجموع حقوقه 24000 وتم قفلها في حساب المصرف القيد رقم 7 من حساب جاري الشريك 1000 إلى حساب المصرف. طبعا نجي بنبين المركز المالي بعد الانفصال كيف يكون شكله. طبعا العقار حيظهر ب 25000 بعد إعادة تقديرها، البضاعة أيضا ب 24000 بعد ما تم إعادة تقديرها، المدينون ب 10000 طبعا بنكولها مخصص ديون مشكوك فيها ب 4000، ايضا اوراق القبض ب 8000 بنكونها مخصص ب 1000، وبالنسبه للمصرف اللي هو طلع قيمته 12750 دينار، طبعا حيبان منين جت القيمه هذه. بالنسبه لراس المال ب و ج حتظهر رؤوس اموالهم ب 25000 و20000 مجموعهم 45000، طبعا وهي نفس رؤوس اموالهم السابقه. حسابات الجاريه بالنسبه لباء وجيم زي ما هي 9250 وجيم 8750، طبعا بالنسبه لي هي طبعا مش زي ما هي، صار فيها تعديل لان احنا حملنا عليهم الخسائر وايضا وزعنا عليهم الاحتياطي، وبالتالي حتظهر جاري الشريك موجود أمامنا، جاري الشريك باء عبارة عليه الرصيد السابق 3000 بأرباح إعادة التقدير زدناها 2000،
خسائر التوزيع طرحنا منها 750 ووزعنا عليه الاحتياطي العام 5000، فأصبح رصيده الجاري الدائم ب 9250، وهذا هو اللي ظهر في الميزانية في الخطوة رقم 2. أيضا جاري جيم كان رصيده السابق 2500 دائم، ضفنا له أرباح إعادة تقدير 2000، وطرحنا منها خسائر التوزيع ب 750 ووزعنا عليه الاحتياطي العام ب 5000، أصبح رصيده 8750 دينار، مجموعهم 18000. الدائن ما صارش فيها أي تقدير 11750. بالنسبة لحساب المصرف، الرصيد السابق كان 36750، طبعا درنا قيد السداد اللي هو من موارد الشركة ب 24000، طرحنا منه ما تم سداده من موارد الشركة، حيصبح رصيدها الحالي 12750 دينار، وهذا هو الظاهر أمامي في الميزانية، وبالتالي حتتوازن الميزانية على 74750 دينار.